رئيس الحكومة، وغالطة مع هالحكومة، وغالطة الأحزاب المتواجدة في الحكومة، لأن تظن أن هذا السكوت ديال الشعب المغربي والصبر ديال الشعب المغربي اعتبرته أنه ضعف، وتيجي رئيس الحكومة وتيقول في التجمع الأخير ديالو أن المغاربة ولفوا يعيشوا بالخبز وتاي، المغاربة باغين يعيشوا مزيان كرامتهم بالسكن إيجاد الدواء إيجاد المدرسة، هادو هما المغاربة السيدي الكريم، هاد المغاربة اللي تتهضر عليهم ما بقاوش في المغرب وما بقاوش قابلين يسكتوا على حقهم، وغادي يدافعوا على حقهم بجميع الوسائل الممكنة حسب القوانين الجاري بها العمل. ولكن الحكومة مع كامل الأسف حكومة الفضائح، حكومة المشاكل، حكومة الاستبداد، حكومة الفساد، حكومة الرشوة بامتياز، ما بغاتش تنزل الدستور باش يبقاو هما في السماء وحنا في الأرض، ولكن حنا اللي في السماء وهما اللي غادي يكونوا في الأرض غدا إن شاء الله. الدستور تيمنح الفاصل بين السلطات في بلادنا، ولكن رئيس الحكومة ديما تيستغل المؤسسة الملكية واسم الملك وتيهضر باسم الملك لا حق له. حان الوقت باش وزارة باش رئاسة الحكومة والمقر ديالها اللي متواجد اليوم داخل القصر الملكي الشريف بالرباط تخرج خارج القصر الملكي عند الشعب المغربي ليحاسب الشعب المغربي رئيس الحكومة. إلا بغينا نعتصموا نتوجهوا لرئاسة الحكومة، ما يبقاش مخبى تحت شعار الملكية، الملكية ديال المغاربة كلهم والملك ديال الفقراء والملك ديال الشعب المغربي كله ماشي ديال الحكومة. الحكومة في الدستور الجديد هي حكومة ديال الشعب، انسى راسو رئيس الحكومة ونسات الحكومة نفسها أنها تمثل الشعب وبقات تتعاقب الشعب، الزيادة في الأسعار. واش هذا هو المغرب اللي بغينا؟ واش هذا هو الوطن اللي ناضلنا من أجله؟ واش هذه بلادنا اللي تنعتز وتنفتخر بها؟ المغرب خصو يكون مغرب الفقراء ومغرب ديال الجميع، وخص الأغنياء يعتنيو بالفقراء، وحنا تندعموا المقاولة باش شغال الشباب ديالنا والشباب والشابات ديالنا، وهذه هي قوة حزب الاستقلال اللي تيتشكل من الفقير من المتوسط من الغني، وأفكار مغربية وليست دولية وليست داخلة. لا نؤمن بالشرق ولا بالغرب، نؤمن بالشعب المغربي، بوطننا المغرب، بأمهاتنا وبآبائنا. هذا هو حزب الاستقلال. الشعب يريد إسقاط الحكومة، الشعب